بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. دي يعني الفولد بليت اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. والمره اللي فاتت قلنا انا هشتغل على سقف دلوقتي، سقف المسافه ده هي تقريبا، المسافه دي تقريبا جايبه يعني مش هنقول 2.8، جايبه 32 متر و8 من 10 في 20 متر. فالفولدد بليت شغاله، ركز بقى كده بالله عليك، الفولدد بليت بتشتغل في التو دايركشن، بس زي ما انا قلت لك قبل كده هي عباره عن 3 دايمنشن ستراكشر. المانيوال بتاعها كله ابروكسيميت ومبني على نظريات، لو النظريه دي ما اتحققتش ما ينفعش تطبق الايه؟ النظريه. فكره الفولدد بليت ان هي بتمشي في الاتجاه بتاع البليتس، في اتجاه بتاع او هنقول الاتجاه العمودي على الفولد لاين. الفولد بليت دي لو انا جيت رسمتها في البلان هتلاقي شغال عامل كده، شكلها كده صح؟ صح ولا يا جماعه؟ الخط ده هون اسمه فولد لاين. الفولد بليت دي الكونسبت بتاعها ايه؟ الحمل بتاع، الحمل اللي بتشيله فولد بليت بينتقل فيها في اتجاهين، الاتجاه عمودي على الفولد لاين اللي هو في الاتجاه قطاع بتاع الفولد بليت، الاتجاه ده اهو البلاطه بتشيل الحمل عن طريق السلاب اكشن، عن طريق السلاب ايه؟ اكشن. يعني كان الحمل بيمشي في الكروس سكشن بتاع الفولد بليت بالايه يا باشمهندس؟ بشريحه في البلاطه، وشرح البلاطه دي بتطلع لك عزوم زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، وهنجيبها لك برنامج السب باذن الله دلوقتي، والسب هيطلع نتائج اقل. يعني انا مش حاسس ان انت ممكن تكون يعني مش شايفها قوي، نعدلها لك كده هنا كده ممكن تكون وضحت شويه. ده كده اتجاه، ده الصاله اهي 32.8 في العرض 20. الفولدد بليت الكروس سكشن بتاعها شكله عامل كده، كاميرا بس سمكها مش كبير قوي، فممكن تسمى شل بالنسبه لطولها. تاني دي كاميرا، الزرقاء دي كاميرا بس كمانها طويله قوي وارتفاعها كبير، فالكاميرا دي اسمها ديب بيم، بيسموها البلانر سكشن، هي سكشنها كانه بلان، كانه في البلان مش كانها كاميرا عميقه. ممكن تقول لي مثلا ده 30 في 60 في طول، فاقرب ما يكون ال 30 وال 30 في ال 60 في الطول 5 متر، اقرب توصيف ليها في الساب ده لاين اليمنت، ده فريم اليمنت. انما هنا لا، ده دي متر وكم؟ متر طب عمقها متر و80 1.8 سم، او ممكن يكون عمقها 7 من 10 بس اتصالها بال، عمقها 7 من 10 عرضها صغير 2 من 10 مثلا او 25 سنتي، بس اتصالها بالشيلز دي بتقول لك ان الكاميرا دي ما ينفعش ترسمها لاين اليمنت، لان هي شغاله مع الشيلز كلها كانها حته واحده في الفولدت ايه؟ بليت، كانها بليت مكسوره، يعني كان الحته دي مش كاميرا، كانها بليت مكسوره، بس انا بقول عليها كاميرا ليه؟ لان تمركز اجهادات الشد فيها وبتتسلح بحديد كبير، حديد تقيل. فالبلاطه دي شغاله ازاي؟ التكسيره دي كده عموديه على الفولد لاين، الخط ده اهو والخط ده اهو والخط اهو اسمه فولد لاين، الخط اللي قبله وبعده تكسير، تكسير في البلاطه، تمام؟ سلوك اللود فيها او سكاستيكال سيستم، الحمل بيمشي في الاتجاه كده، الاتجاه ده هو بتاع القطاع ده بالسلاب اكشن. سلاب اكشن يعني ايه؟ الحته الافقيه دي كان الحته الافقيه مرتكزه على الحتتين المايلين، والحته المايله مرتكزه على الحته الراسيه دي والحته الافقيه دي، فبتديك تكسير في العزوم برضه، بتديك تكسير فين؟ في العزوم زي ما احنا قلنا في المره اللي فاتت. احنا الحته الافقيه دي فين بقى؟ شايف كده؟ دي كده الحته الافقيه، الحته الافقيه دي في السلاب اكشن، السلاب اكشن اللي هو الاتجاه ده اهو، الاتجاه ده الحته الافقيه دي مرتكزه هنا، كانها مرتكزه هنا وهنا. طب والحته دي مرتكزه هنا
ما هي ساند عليها صح؟ مرتكزة هنا ومرتكزة على الكاميرا. طب الكاميرا مرتكزة على الأعمدة. ده اسمه ايه؟ ده اسمه سلاب اكشن. ده فين؟ في الاتجاه اللي هو في الاتجاه بتاع القطاع. انت هنا بقى ممكن في السب تفهم الحته بتاعت البيم اكشن. بيقول لك ايه؟ البلاطه كلها يعني الجزء بتاع الجزء الاخضر ده كده، الجزء الاخضر ده اهو اللون المتكسر ده مع الجزء الازرق ده اهو، وفي هنا جزء ازرق وانت مش شايفه بس بتداري عليه صح؟ ده كده الجزء ده كده كده كله شغال في الاتجاه الثاني اللي هو الطويل بالبيم اكشن. الكلام ده انت هتشوفه بقى في السب افضل بكتير جدا من الحال مليون. الحال مليون تلاقيه صعب شويه ككونسبت، صعب شويه، عشان كده تلاقيك قفلت مني الاسبوع الايه الاسبوع اللي قبل اللي فات لما بنشرح. طب ركز كده بقى نشوف احنا رسمنا دي ازاي. انا على فكره رسمتها هنا دي، انا ممكن ارسمها على برنامج الكاد 3D زي ما علمتك، وبعد كده تيجي تحطها هنا على مين؟ على الساب، مش مشكلة خالص. وقمت ربطت الأعمدة، من الأعمدة ارتفاعها 8 متر أو 6 متر، قمت ربط الأعمدة في نص الإيه؟ ال 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 في نص الارتفاع كده، قمت ربطه بإيه؟ بكاميرات علشان مين؟ عشان الباكلينج بتاع الأعمدة في الاتجاهين، تمام؟ تقول لي ماشي. الأعمدة دي صممها على ارتفاع 8 متر، ولا على ارتفاع مثلا 4 متر ولا 4 ده كده بقى، لو العمود ما شالش باكلينج، لو العمود ما كانش عليه باكلينج بتصمم على ارتفاع 4 4 اللي انت مش هتشيله عزم. بيبقى خلاص هتصيفها كده، هتصممها كده على الفيرتيكال لود بس، كانه شايل حمل ايه؟ حمل ضغط بس، قوه ضغط بس. القانون بتاع القانون بتاع العمود العادي 35 اف سي على جاما سي 35 اف سي في الاريا كونكريت زائد 600 فيلد في الاريا ايه؟ في الاريا اس سي، تمام؟ وهنا كده لو انا جبت الاكسترود بتاعك عشان تشوف برضو الموضوع بتاعي شغال ازاي. شايف الاكسترور بتاعها هيديني الضرب بتاع الاعمده، هيديني الضرب بتاع مين؟ الاعمده. شايف هنا ضرب الاعمده عامل ازاي؟ ضرب الاعمده في الاتجاه الطويل، في الاتجاه بتاع الشيل، الاتجاه بتاع اللي هو البيم دايركشن او البيم اكشن. شايف العمود ده؟ العمود ده اهو والعمود ده اهو. سيبك من اللي بره دول، لان اللي بره دول بتبقى حاجه اسمها انت جيبل صح؟ فانا مش مهم عندي دول ضربهم عامل ازاي، انما شايف العمود ده مربوط بكاميرا كده، بس هو ضعيف في الاتجاه اللي الكاميرا رابطه فيه. لازم طبعا، امال انا رابط الكاميرا ليه؟ والعمود ده مع الكاميرا، مش في كاميرا هنا، الكاميرا دي موجوده هنا كده صح؟ صح؟ لا مش موجود واحد تاني هنا كده؟ ايوه صح. احنا مش شايفين هنا؟ يبقى الكاميرا دي مع العمود ده ضربهم لازم يكون زي بعض كده. ليه؟ عشان يقلل العزم عليها شويه، يبقى ستيف الكاميرا دي صح ولا لا؟ تمام. يبقى المفروض كل العمدان دي ضربها كده، ليه؟ لان هي شغاله في الاتجاه ده كده كبيم اكشن، صح؟ صح ولا لا؟ العمود دي ده وده في عمدان تانيه قصاده كده، لان البلاطه كلها مع الكاميرا اللي بينهم شغاله في الاتجاه ده كبيم اكشن، انما الاتجاه ده سلاب اكشن، ده في البلاطه اللي هي الفولدد بليت العاديه خالص، تمام كده؟ معايا. امال العمدان اللي هنا دي؟ قال لك ده عمدان اند جيبل مش مهم عندي. طب انا عشان اخلي العمود ده، مش العمود ده يا جماعه هو ستيف كده؟ هل العمود ده تفتكر ان هو ممكن يحصل له باكلنج في الاتجاه التي ولا يحصل له باكلنج في الاتجاه التاني الصغير؟ عشان كده بقوم رابطه بقى فين؟ رابطه بكاميرا. الكاميرا الرابطه دي خلت لك العمود يشتغل تقريبا فيرتيكال لود كومبريشن بس، ما حصلوش باكلنج. يعني بقى الطول بتاع الباكلنج بقى بالنسبه لي مش في باكلنج ان بلين واوتو بلين صح؟ انا هنا كده، انا كده لو انا قلت مثلا الاتجاه ده الباكلنج في الاتجاه ده اللي هتمنعه الكاميرا، طب الباكلنج في الاتجاه ده اللي هيمنعه مين؟ الدبس بتاع العمود او الايه؟ العرض الثاني في الايه؟ في اتجاه العمود ده ككونسبت. تقول لي ماشي يا باشمهندس، امال ايه اللي في الاول ده؟ ايه اللي في الاول ده؟ الجزء اللي في الاول هنا ده اللي هو ماشي ده كده، قال لك ده الدايفرام. الدايفرام اقرب ما يكون لمين؟ لشيل برضه. ليه؟ لانه عرضه 30 سم، هو عرضه 30 سم بس ارتفاعه، شوف دخل على ارتفاع كام متر؟ 2 متر ونص. مش هتعرف تعمله كانه كاميرا. طب انت هتعمله كانه كاميرا لو انت عملت الدايفرام كانه كاميرا. طب بالله عليك اتصاله بالشكل هيبقى شكله عامل ازاي؟ انت يا عم قلت كاميرا، هل ينفع الساب يعمل كاميرا
بالشكل ده كده يبقى لازم اقرب ما يكون ليها انه يكون ايه؟ وهطلع لك نفس تقريبا التسليح اللي الكتاب طلعه، بس ممكن يكون اقل منه شويه لان شغل شغل الفاينل المنت ادق من مين؟ من الشغل المانوال، المانوال فيه افتراضات، تمام كده؟ يبقى انا ما عملتهاش الاليمنت. او ممكن واحد تاني يقول لك لا انا ممكن اعملها يا باشمهندس، ممكن اعملها ترابزويدال فريم. يعني ايه ترابزويدال فريم؟ اجي هنا كده اقوم عامل سوق، ركز بالله عليك، اجي هنا كده اقوم عامل سوق كده واطلع كده واجي كده واجي كده واجي كده واجي كده واقوم عامل سوق كده واكرر بقى ده كده كانه ايه بقى ده؟ ده ايه ده؟ ده كانه فريم شكله كده، ده اسمه فريم. زي التريانجولر فريم كده، زي فريم مستطيل، زي الفريم اللي هو ده كده. فريم هو اللي شايل السيستم، يبقى انت لازم تعرف ان الدايفرام ده ليه انواع، انا ممكن اظبطه باي حاجه. الافضل طبعا ان هو يكون قافل البلاطه كلها، ممكن يكون قافل البلاطه كلها، ده عادي جدا، كانه شيل، كانها كاميرا ديب بيم، وكاميرا ديب بيم متشال عليها ده كده وده كده، كانه شغال، كانه كله كانه شغال ايه؟ كبيم، تمام؟ طب هل فيكم حد ما يعرفش يرسم الكلام ده على السم؟ موضوع بسيط جدا، بسيط جدا على برنامج السم. احنا كنا رسمناه قبل كده، لما كنا رسمنا الخط، خط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا وخط هنا، وبعد كده قمنا كررناه وجينا قلت لك طب البليد ده كده انا ممكن اعمله ازاي؟ ممكن اقسمه بالشل 3 دي مش فاكرين؟ نفس الاسلوب ساعات. فاكر لما جيت هنا قمت قايل لك انا ممكن الف المحاور بحيث ان المحور يجي راس كده والمحور الثاني اتجاه ده اكس ده عشان اعرف اعمل شيل مايله كده؟ فاكرين؟ الكلام ده موجود في الساب، انا موجود في الفيديو. ها؟ مش فاهم لا الفولد بليد دي ان لا ده دي ان عشان تشتغل سلاب اكشن لازم تبقى وان واي كده. الدايفرام ده شايل مش في حاجه اسمها بيم اكشن. الدايفرام لا مش هو مش ينفعش تقول الفولد بليد هي تو واي ولا وان واي. انا بقول البليد ده لازم يكون وان واي في الاتجاه ده، انما كفولد بليد كلها كتوتال اليمنت كده او اليمنتس كده، الاليمنتس دي كلها على بعضها كفولد بليد كلها على بعضها دي شغاله في الاتجاه ده كبيم اكشن. مين اللي شايلها؟ اللي شايلها الدايفرام. طب تسليحها مرتكز فين او متركز فين؟ تسليحها متركز فين؟ في الكاميرات اللي هي هنا دي، وهتشوف باذن الله دلوقتي السترنج اكشن اللي ايه؟ اللي هي فيه. الكلام ده انا هتلاقيه مرسوم في الكاد 3 دي، واتمنى انت تنفذه بايدك عشان تقدر تستفيد من الدبلومه، اتمنى لو انت ما عملتش الكلام ده مش هتعرف تتخيلها اصلا يعني. انا هفك بس الاكسترود ده هون علشان تمام. نركز كده بقى مع بعض. لو انا جيت قلت لك انا دلوقتي خلاص حملت السقف، هحمل السقف بلايف لود وديد لود صح؟ الفلون كفرنج يعني صح؟ انا هخلي الاون ويت البرنامج هيحسبه، فهظبط في الماتيريال ان اليونت ويت بتاعتي ب 2.5 طن على متر مكعب، تمام؟ تقول لي ماشي. طب انا عايز اضيف لودز على البلاطه، البلاطه بس هي اللي هتحتاج ايه؟ هي اللي هتحتاج ايه؟ احمال. تقول لي ماشي، يبقى هل الكاميرا دي هي بلاطه والدايفرام ده بلاطه، هل ده يحتاج احمال؟ تقول لا ما ينفعش احط على الدايفرام وعلى الكاميرا احمال، لان الاحمال بتاع الدايفرام والكاميرا، الكاميرا راسيه والدايفرام راس، طب حط عليها هو شايل احمال ايه؟ شايل احمال ايه؟ مش هتلاقيه شايل احمال. انما يبقى في عندي نوعين من الاحمال بقى، انا لو جيت كبرت كده عشان اقول لك احنا حطيناهم ازاي. لازم كله بلاطات، كله شيلز، يعني لازم تعلم بقى على الفولدد بليت نفسها وتحط عليها الفولدد بليت نفسها. احسنت. يبقى انا لازم اعلم على مين؟ على الجزء اللي متكسر بس، يعني لازم اقول عشان كده تلاقي ملونه هنا، تلاقي مثلا باخضر مثلا اللون ده بس اللي هو الجزء ده والجزء ده والجزء ده. وعلى فكره الحمل بتاع الجزء ده والجزء ده مختلفين، ليه؟ لان في واحد منهم مايل، وبتلاقي في بروجيكشن دايركشن صح؟ لو بروجيكت دايركشن هنشوفها باذن الله دلوقتي. ركز كده معايا، هتلاقي هنا كده انا هكبر بس الجزء ده كده، وهقول له انا عايز اعمل سيلكشن او سيلكت بروبرتيز
اريا سيكشن، وهقول له بعد اذنك اختار لي الدايفرام او اختار لي البليت اللي هي 12 سنتي بس، اقول له سيلكت البليت 12 سنتي، اقول له كليك يمين شو اول. انا عامل لي ايه يا باشمهندس؟ كليك يمين شو سيلكشن اونلي، كليك يمين شو سيلكشن كلوز. شايف لو عملتها في 3 دي قام ظاهر لي مين يا باشمهندس؟ الشيلز بس اللي هي البليتس اللي متكسره بس، مش الكاميرا بقى اللي هو ما بينهم. اهي البليتس اللي متكسره دي كوحده واحده يا جماعه كده، وحده واحده في الاتجاه ده على الدايفرام ده والدايفرام ده، شغال بيم ايه كانه بيم اكشن، وفي الاتجاه ده الشغل متكسر ده كانه سلاب اكشن. ده ابسط حاجه للايه للفولدت ملي. وده ممكن ده اللي انت ممكن تتسال فيه في المانيوال لو انت جالك في مشروعك مثلا فولدت ايه فولدت بليد. تقول لي ماشي انا حطيت الاحمال، فانا هقول لك دلوقتي الاحمال متوصفه ازاي. تخيل كده انا لو علمت على البابه دي قلت له كليك يمين كده، انا حطيتها وانت عارف طبعا تحط الاحمال ازاي، الصين اريا لودز وتحط الاحمال. شايف هنا اللودز بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن جرافيتي 5% فلورنج، 5% فلورنج، 500 فلورنج يعني 50 كيلو جرام على المتر مربع فلورنج بس في الجرافيتي. شايف بقى برضو اللايف لود كلايف 100 كيلو جرام على المتر مربع لايف. يبقى انا عندي الجزء الافقي بياخد جرافيتي دايركشن صح؟ طب شايف هنا بقى كده لو قلت له كنسل وقلت له هات لي اي حته بقى من جزء مايل كده، كليك يمين اللودز بتاعي شكله عامل ازاي؟ الفلورنج الفلورنج بتاعي عباره عن ديد لود، فبياخد جرافيتي دايركشن صح؟ جرافيتي ايه؟ دايركشن. معايا؟ شايفين هنا اللايف لود؟ اللايف لود هو متاخد هنا جرافيتي صح؟ ده متاخد هنا جرافيتي بس واخد كام؟ اتحلل بقى فمديله كام؟ 8%. انا كنت مديها له 1/10، فلما اتحلل على الافقي اللي هو هورزونتال دايركشن جابها كام؟ 8%. يبقى الشاهد ما ينفعش اي ما ينفعش سقف مايل تديله لايف لود جرافيتي دايركشن، لازم تديله ايه؟ بروجكت دايركشن. هو بيحولها بنفسه لما يجي يعرض تمام؟ ها؟ زي السلم بالظبط. معايا كده يا جماعه؟ وهنعمل كومباينيشن ونخلص. هل ينفع الدايفرام تحط له احمال ولا البيمز تحط لها احمال؟ لا. ليه؟ لان الحاجات دي راسيه مش هتشيل، هي جاي لها احمال من الحاجات الثانيه. طب انا خلاص هعمل ران بقى، انا عملت رن وخلاص. اللي فوق بس لوحده واعمله ازاي بقى؟ ممكن اجي كده من قائمه فيو، من قائمه فيو، ركز، من قائمه فيو سيت 3 دي فيو، الكلام ده ممكن يكون جديد عليك شويه، سيت 3 دي فيو، واقول له اختار لي الاكس واي بس بزاويه اربيتشر ده هي خليها صفر، خليها صفر. هيقوم عامل لك، هيقوم كانه فارد لك البلاطه، كانه يعمل لك الفيو بتاعك كاسقاط تمام. تاني اجي من قائمه فيو فيو سيت 3 دي فيو، واجي من هنا كده اقول له اختار لي الاكس واي، يظهر لي الاكس واي بس بزاويه انحراف مثلا صفر. لو قلت له ابلاي هيقوم فارد لك البلاطه هنا كده، اقول له ايه؟ اقول له اوكي. شايف الفرد ده؟ بس انت يعني مشكلتك ان انت مش عارف مين اللي ايه؟ مين اللي لا ده انت لا هنا انت عارف على فكره. احسن الحته اللي انت مكسب فيها، الحته اللي هي فيها تكسيب ده هي من اول هنا لحد هنا، اللي فيها تكسيب ده هي اللي هو الاخضر ممكن يكون مش واضح ليك قوي، ده اللي مايل، دي اللي مايله. بنعمل ايه جريد داتا؟ بنعمل 2.5 ونطلع ممكن انا قصدي باي اسلوب اعمله. انا بقول لك دي كده دي كده هي دي مكثفه هنا هي، وفي هنا تكثيف هنا هي، والجزء ده اهو هو ده اللي بس ايه ممكن اعملها باسلوب تاني، اظهرها في الاكس في الاكس زد دايركشن. ثواني كده، فيو سيت 3 دي فيو، ركز بالله عليك، اظهر في الاكس زد واربيتشر بكام؟ بصفر. ابلاي اوكي. شوف ظهرها لك ازاي كده، ممكن يكون بقى بسيط بجزء باسلوب بسيط جدا. هاجي من هنا كده اقوم مختار دي كده اهو. ها؟ دي زاويه الرؤيه بتاعتك، زاويه الرؤيه بتاعتك. شايف ان لو ما خليتهاش بصفر، ما هو ده 3 دي فيو. يعني مثلا تخيل دي مثلا انا لو خليتها مثلا 60 زي ما هو بيظهرها لك، وقلت له اعملها لي خليها لي اكس زد و60، شايف عامله ازاي؟ تلاقيها بتترفع كده بزاويه معينه، زاويه الرؤيه بتاعتك. فانت بتقول له بصفر يعني كانه طابق لي كل الحاجات ورا بعضها، قلت له صفر كانه بيطبقها لك ورا بعضها كلها، وقول له ابلاي كلوز. انا اظن كده
كده انت ممكن تختار بسهوله جدا. صح صح كده يا جماعه. اهو انتوا شايفين الاتجاه ده يا جماعه كده، ده الاتجاه بتاع السلاب اكشن، ده اسمه اتجاه السلاب ايه اكشن. الاتجاه الثاني بقى اللي هو ده كده، ده اسمه البيم ايه، البيم اكشن. حطيت اللودز وعملت رن، بعد ما عملت رن خلاص كليك يمين شو اول، تمام انا خلاص عملت رن للملف، عايز اطلع النتائج بقى واشوف النتائج دي زي ما موجوده في الكتاب اللي احنا كنا عاملينه ولا لا. نركز بقى كده، عايزين نطلع المومنت والاسترس اللي موجود في البلاطه والكلام ده. نركز كده، تقول والله انا عملت رن خلاص، اجي هنا كده، هل ينفع اقول له اظهر لي الفريم او الكيبل استريسز؟ مفيش الا الاعمده بس هي اللي تعتبر فريم، صح صح ولا لا؟ فانا كده ممكن اقول له لا، ده انا شغال في ايه، انا شغال في شيلز، انا شغال في شيلز. الشيلز عندي هنا ثلاث حاجات، الفولدد بليد، يبقى الفولدد بليد ده هي فيها ثلاث حاجات، فيها السلابه اللي فوق اللي هي مكسره، صح؟ تاني حاجه هي البيم، ثالث حاجه مين؟ اللي الدايفرام. يبقى دول الثلاث حاجات اللي انا ههتم بيهم فين؟ فين في الديزاين. نشوف كده موضوع السلاب دائما وابدا يا جماعه. السلاب كانت بتاخد كام؟ كانت بتاخد تسليح مينيمم، بس لازم تعرف ان انت بتهتم بالجزء اللي فيه كسرات، يعني الحته دي فيها كسره بزود فيها تسليح، ليه؟ علشان اخلي ال عشان اخلي دي مرتكزه على دي، ولما احل دي ترتكز على دي، فنتيجه الكسره دي بيظهر بيندنج مومنت هنا كده، وده جاي من الاناليسيس اصلا. وانا هوريك العزم اللي هو السالب ده موجود فعلا ولا لا، تمام؟ تقول لي ماشي، طب اظهر لي كده الشل المومنت كده الام 1 1، انا شغال في الفورس اهو، هاتها لي بالالتيميت، لان انا مصمم مثلا التيميت، انا مش بجيب ستريسز وركينج او حاجه، او مش بشاك على ستريس تنشن يعني، واقول له ابلاي، اقول له يساوي ابلاي، اجي هنا كده، ده ام 1 1، ام 1 1 اللي هو باتجاه مين؟ اكس. شايفين انا هاجي ازوم لك هنا كده، شايفين هنا الجزء هنا سالب ازاي؟ انتوا شايفين طبعا، تحس ان الالوان مختلفه تماما، صح؟ تيجي هنا كده بشانس تلاقي ايه؟ سالب 2 من 10، ولا شيء يذكر على فكره 2 من 10 ده. شايف تنزل تحت؟ شايف تنزل تحت تلاقي ايه؟ تلاقي موجب، موجب كانه بالظبط يا باشمهندس، كانه بالظبط. لو انت جيت تشوف، لو انا قلت لك مثلا فيو سيت 3 دي فيو، هات لي اكس واي وهات لي ده بصفر، واقول له ابلاي اوكي، تلاحظ في حاجة، في حاجة غالبا انت ممكن ايه تلاحظها يعني. انا خليني نحط خطوط كونتور، خلينا نحط خطوط كونتور عشان تفرق ما بين السالب وبين الايه، ما بين الموجب. يعني نحط هنا مثلا سالب 2 و0، بحيث ان هو يجيب الايه، يجيب الموجب بلون مختلف مثلا. انا اظن وضحت شوية، صح؟ ده السلاب اكشن على فكرة، ده كده اسمه السلاب اكشن. ايه السلاب اكشن ده؟ ان البلاطه المتكسره ده، هي البلاطه اللي هي متكسره دي كده، لو جيت تاخد فيها شريحه كده تلاقي العزم عمال بيقلب في 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 مكان اللي فوق اللي فيه فولد لاين، اللي هو تلاقي هنا كده موجب، شايف سالب موجب سالب موجب سالب. امال يا باشمهندس معلش، هنا فين؟ هنا فين السالب؟ وهنا فين السالب؟ قال لك فاكرين حته الكونتينيوتي، لما يكون في بلاطه مثلا فيها كونتينيوتي او بلاطه ما فيهاش كونتينيوتي، او مثلا في عندي كانتيليفر العزم بتاع السالب بتاع الكانتيليفر لما بيكون كبير ممكن ما يقلبش لتحت في اليمه الثانيه، تقول لي اه، قال لك الحته دي هيك منها ممسوكه فغيرت، غيرت في سلوك الباكيه اللي جنبها، الحته دي منها ممسوكه، ممسوكه باعمده هنا، فالستيفنس بتاعها بقى عالي قوي، فكان دي كلها بقت نيجاتيف اهي، ما هو الجزء النيجاتيف ده اللي هو باللون يعني مختلف عن الازرق ده، شوف دي سلوكها مختلف، كان دي ماسكه الحته الايه دي، فما ظهرتش بالحته دي في النص هنا
بوزيتيف ايه او نيجاتيف ايه، نيجاتيف مومنت تمام. والعزم هنا كانها ايه بتقول ايه، الجزء اللي في النص ممكن يكون دي كده ده الريجيد بتاعتها عاليه الثانية اه ممكن لا لا مش رزق. يعني بقول لك دي هي اللي غيرت السلوك بتاع مين الجزء ده، شوف تحس ان هي كلها موجب اهي، تحس ان هي كلها موجب ما لحقتش تقلب هنا. بس الكلام ده على فكره المانيوال ما بيطلعوش الشغل، المانيوال ما بيطلع ليه المانيوال ما بيطلعوش، لان المانيوال مبني على كونسبت معين وبيحل الجزء اللي هو يعتبر مستمر، الجزء اللي هو يعتبر فيه كونتينيوتي اللي هو الجزء اللي في النص. انما ده ده ما يعرفش يطلعه خالص المانوال، ما بياخدوش في الاعتبار. لان لو جيت تشوف كفولتد بليد هل الحته دي كده بتتبع الفولتد بليد، اقول لك لا ما ينفعش تتبعه في الشغل الامبريكال اللي هو المانوال. ليه؟ لان جيت تيجي تطبق على الاسامبشن بتاعتك مش هتلاقيها مرتبطه ايه بيه. عشان كده الفاينت اليمنت افضل من مين، من المانوال في الحته في الحته دي. طب ده كده يا باشمهندس السلاب اكشن، طب البيم اكشن، لازم البيم اكشن السلابه اللي فوق دي تطلع الاستريس بكام او المومنت بكام؟ بصفر كله. ليه؟ لان مفيش حمل هيمشي في الاستابه في الاتجاه ده صح. طب نشوف كده الاتجاه الثاني، هتلاقي يقول لك ايه ام 2 2 انا شغال في المومنت لسه لحد الان ابلاي، شايف هنا كده شايف الاستابه، ما قلتش ابلاي ام 2 2 اه دي سالب 2 هنشيلها بس معلش. شايف الحمل بتاع شايف شكله عامل ازاي؟ ثواني كده. ام 2 2 يعني العزم في الاتجاه الثاني، ام 2 2 يعني العزم في الاتجاه الثاني ده كده. هنا كده يا باشمهندس هتلاقي في هنا كان الـ يعني ده كده المفروض ثواني كده شايف العزم هنا بقى كام بقى دلوقتي؟ شايف العزم في الاتجاه التاني بوصل كام دلوقتي؟ سالب 2 من 10 0.079 تمام؟ 1 من 10 اقل بكتير جدا من العزم في الاتجاه مين؟ اللي هو الاتجاه بتاع السلاب، السلاب اكشن تمام؟ يبقى العزم هنا طلع رقم زهيد جدا. تيجي تنزل على ها؟ ممكن يكون في ممكن يكون في اتجاه معين كله ايه؟ لا ما هو انت برضو مش هتعرف تفهمها كده، لان ايه انت بتتكلم في كتله معينه عايزه تهبط هبوطها، يعني هبوط الباكيه كلها، الباكيه كلها في اتجاه ال 20 متر اللي هو الاتجاه ال 20 متر ده الباكيه كلها عايزه تهبط. فهتلاقي المفروض العزم في اتجاه معين اتجاه السلاب اكشن ده اكبر بكتير من العزم في اتجاه مين؟ مش اكبر بكتير، مش لدرجه اكبر بكتير، مش لدرجه ان انت لو صممت واحد فيهم هيطلع تصليح، لا ده الاثنين اصلا ايه مينيمم. بس في اتجاه في اتجاه اكبر من مين؟ من اتجاه تاني، في اتجاه اكبر من اتجاه تاني. دلوقتي يبقى دلوقتي بنقول ان السلابه اللي فوق، السلابه اللي فوق يا جماعه، السلابه اللي هي الفولد دي بلاطه مكسره ما بتحتاجش تصليح، بتحتاج تصليح مينيمم. بس انت لازم تعرف ان الاتصال ده هو ما بيبقاش كده بقى، الاتصال بتاع البلاطة ده اهو، الاتصال بتاع البلاطة ده مع ده ما هوبقاش كده، ده لازم يكون تلاقي في جزء السمك اللي هنا كبير عن السمك التاني اللي هنا كده. ليه؟ يعني تلاقي هنا سمك صغير وهنا سمك كبير. ليه بقى؟ لان هنا في تمركز اجادات، مهما كانت الاجادات دي صغيرة بس عايزة السمك كبير يلاشي الاجادات دي. وهنأكد لك موضوع الاجهادات دلوقتي باذن الله واحنا بنصمم الايه؟ الكاميرات. علشان تصمم الدايفرام، علشان تصمم الدايفرام
ادوات السلاب اتاكدت ان السلاب عليها هيستريسز بسيطه او عليها مومنت بسيطه مش محتاجه تصميم. تمام. يبقى انا دلوقتي اللي انا هصممه في حقيقه في الفولد بليك اللي هو البيمو مين والدايفرام. لو عايز اجيب تصميم الكاميرا, تصميم الكاميرا انت طبعا الشيلز هنا مش هتعرف تجيب لها. تقول لي بقى ده انا شغال ام 1.1 وام 2.2, ها يعني سلوكها انت مش هتعرف تفهمه هنا كده كايه كمومنت ام 1.1 وام 2.2. امال هو كان في المانيوال بيعملها ازاي؟ كان في المانيوال بيجيب الاستريسز على البيمز, بيجيب في المانوال الاستريسز على البيمز وبعد كده يحول الاستريس لفورس ويصمم الفورس, صح؟ طب الاستريس اجيب منه الفورس ازاي؟ الاستريس لو ضربته في الاريا اقدر اجيب مين؟ الفورس. طب الفورس دي لو كان الاستريس شد يبقى الفورس شد, لو كان الاستريس ضغط يبقى الفورس ايه؟ ضغط. طب انا لو عايز اجيب حديد مساحه تسليح من فورس شد اقسم على الاف يلد على جاما اس, صح؟ نفس الموضوع بتاع مين؟ الطاي بالظبط. يبقى انا كده لو قلت له بعد اذنك لو سمحت اعمل لي سيلكشن للكاميرات, قلت له كده اعمل لي سيلكت بروبرتيز للاريا سيكشن, وقلت له هات لي الكاميرات اللي هي اللي انا معرفها 25 سم دي, قلت له اعمل لي عليها سيلكشن كليك يمين شو سيلكشن اونلي, هيقوم ظاهر لي الكاميرات بس, هيظهر لي هنا الكاميرات بس. لو انت جيت تشوف العزوم على الكاميرات دي هتلاقي العزم عليها ممكن يكون مش واضح بالنسبه لك, مش واضح بالنسبه لك قوي. طب نشوف كده, انا شغال التيميت. ممكن مومنت او ستريسز. شايف هنا الكاميرا, هي الكاميرا عليها مومنت في اتجاه معين, اتجاه الام 1.1, اتجاه اللي هو اتجاه اللي هو ده مش اللي هو ده, مومنت سالب 6 في 10 اس سالب 6, ده رقم زهيد جدا. طب شوف الاستريس عليها كده هتلاقي الكلام مختلف تماما. لو جيت تجيب الاستريس شيل استريسز, ودي اهم حاجه بقى في موضوع الشيلز, في الشيلز انت بتتعامل مع استريسز مش بتتعامل مع مومنت. ليه يا باشمهندس؟ لان الشيلز ماشيه بحته الممبرين, ايه ممبرين اكشن, تمام؟ مش ماشيه بقى بالبندنج اكشن. انت هنا لما بتجيب ام 1.1 وام 2.2 بتجيب بندنج اكشن. انا مش عايز بندنج اكشن, انا عايز ممبرين اكشن. الممبرين اكشن بيجي منين؟ بيجي من بيبان من الشيل ستريسز, او ممكن من ريزلتنت فورس دي تجيب اف 1.1 واف 2.2. اف 1.1 واف 2.2 دي ده ممبرين اكشن, صح؟ اللي هو مين؟ اللي هو القوه في اتجاه الممبر والقوه العموديه على اتجاه الممبر, اللي هي عباره عن نورمال فورس بالنسبه لمين؟ للشيل. بس الافضل ان انت تشتغل بمين؟ بالشيل ستريسز. انا لو جبت الشيل ستريس كده هتلاقي بيقول لي هنا كده في حاجه اسمها اس 1.1 واس 2.2. لو جبت الاس 1.1 وقلت له ابلاي, تمام, شايف الاستريسز بدات تظهر في البيمز ازاي؟ شايف الاستريس بدات تظهر في البيمز ازاي؟ وشايف قيمه الاستريس قد ايه؟ يجي هنا يقول لك الاستريسز هنا كده اكمل البيمز اهي, اكمل البيمز دي ممكن ممسوكه بالدايفرام من هنا, ممسوكه بالدايفرام من هنا, فبيحصلها بندنج كده. بس اللي بيتحكم في البندنج ده على فكره هو الجزء مين؟ الجزء بتاع الفولد بليك كله, لان الفولد بليك كله هو اللي ماشي ايه؟ في البيم اكشن, صح؟ مش احنا شغالين على اتجاه اكس. انا دلوقتي انا بدرس البيم دلوقتي, انا بدرس البيم دلوقتي, البيم دلوقتي في اتجاه ايه؟ في اتجاه بتاع واي ده. فانا هجيب البيم اهي, اجيب اس 1.1, اس 1.1 ده بيعبر عن النورمال ستريس في اتجاه الكاميرا, تمام؟ ده شايف جايب كام؟ جايب 700 طن على المتر الايه؟ طن على المتر المربع. معلش بس هو عموما في البرنامج يعني اس 1.1 دي ان تجيب, هتجيب الاجهادات العموديه على القطاع اللي انت شغال فيه, سواء القطاع ده في الاكس او فين؟ او في الواي, لان انت شغال شيلز في اتجاه العنصر عموما, في اتجاه العنصر عموما. العنصر ده موجود, نفس الكلام هيظهر لنا فين؟ في الدايفرام. مش الدايفرام كان كده؟ هنجيب برضه نفس الايه؟ نفس القيمة بتاعت اس ايه؟ عشان تتأكد هات اس 2.2 كده, هات اس 2.2 كده, ها؟ مش فاهم. شايف اس 2.2 جايب الاس, جايب الاس بكام؟ لا هو الشيلز لو هي مرسومة كده هو بياخد اكساته, لو الشيلز مرسومة كده
هو بياخد اكساته ان الشيلز مرسومه كده، ففي واحد في عنصر اسمه واحد في اتجاه الشيل. لو الشيل مرسومه كده هل الواحد ده هيتغير؟ لا هو في اتجاهه برضه. ده قصدي ان مهما كان هو بيجيب السواق ده. اتفضل. لا يا عم انا بشغال دلوقتي في الكاميرا بس. الكاميرا بس هي الكاميرا دي، الكاميرا دي انا اتجاه اتجاه ده اتجاه سيمبل كده. هي سيمبل. الاتجاه التاني في كاميرا اصلا ولا كانه مش كانه الكاميرا دي تجيب صد. وعلى فكره لو انت جيت تشوف الاستريسز هنا كده، شوف كقيم كقيم استريسز هنا كده، شوف في نص الاسبان شايف في كام. اقصى حاجه مثلا تجيب لك 9 طن على المتر مربع، دي قيمه لا تذكر على فكره. 9 طن على المتر مربع ده في الاتجاه الثاني، مش 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 حاجه خالص. دي ممكن تقول مثلا ان ان زي ما انا بقول للبشمهندس اس 1-1 دي، ده اللي بيحكم المنشا في اتجاه المنشا. ده كان القوه العموديه على الايه، او قوه في اتجاه المنشا المنبر نفسه. لو انت جيت تشوفها هتلاقي كانها كاميرا، كانها بيندنج موند بالظبط. لو انت جيت تشوف هنا كده كانها بيندنج موند بالظبط. البيندنج موند كان بوب عامل ازاي؟ كان بوب هنا كده ماكسيمم ويبدا يقل 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 لحد ما يقلب ساعات نيجاتيف هنا، صح؟ امشي كده معاها هتلاقي ممكن تحقق نفس الايه؟ نفس الكلام ده. تلاقي هنا كده بوزيتيف، بوزيتيف كبير جدا، تلاقي شايف 722 714 اهي. يعني هنا كده مثلا شايف 620 في 714، تمشي كده تلاقي تبدا تقل 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 لحد ما المفروض يقلب هنا ايه؟ شايف قلب نيجاتيف ازاي؟ قلب نيجاتيف ليه؟ لان في دايفرام هنا مش عمود بقى، كان الدايفرام هو اللي، او ممكن تقول الاوقع اللي هو العمود، لان العمود هو اللي ماسك الايه؟ الكاميرا في الاتجاه ده، تمام؟ معايا كده يا جماعه؟ معايا كده؟ طب انا عايز اصمم الكاميرا دي، عايز اصمم الكاميرا دي. لو انا بقول نفس الكلام بالظبط اللي احنا عملناه قبل كده، يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، الكاميرا دي لها عمق، الكاميرا دهي لها عمق، وعمق الكاميرا 70 سم. هل ال 700 اللي هي ظاهره هنا دي، ال 723 اللي ظاهره هنا دي، هل ده الاستريس عند العرض كام؟ يعني مثلا لو انا جيت رسمت الكاميرا اهي كلها اهي، مش الكاميرا دي عرضها 3 من 10 وعمقها 7 من 10 متر، صح؟ الاسترس ده لو جيت ترسمه مش ده 700 او 700 كام؟ 27 طن على المتر مربع، ده 700، ده الخط اهو. كل ما بتطلع فوق الاسترس هيقل ولا هيزيد؟ ده بالموجب الاسترس يقل ولا يزيد؟ مش يقل، صح؟ هل هيقل يوصل للصفر ولا يقل يبقى قيمه برضه؟ ما بيقلبش، صح؟ مش هيقلب هنا عند الكاميرا خالص، ده بيقلب في الشيل ايه؟ الشيل فوق. طب هاتوا كده، هاتوا كده فوق هنا كده يطلع شايف كام؟ مثلا 400، يعني مثلا انا خليني ازوم كده اكتر اهو، هنا شايف هنا كده 700 مثلا هنا كده و 18 اهي، 720 اهي، تمام؟ تمام؟ طبعا انا يعني مش هيبقى الموضوع دقيق قوي، اللي احنا جبناها 724. لو طلعت فوقها كده تلاقي العزم، تلاقي القيمه بتاعتك بقت 400 وكام؟ بقت 400 تقريبا، صح؟ الاستريس كله تحت موجب، دي 400. تعرف تقول لي الكاميرا دي تحتاج تسليح قد ايه؟ تقول لي اول حاجه، اول حاجه لازم تعرفها، هل انت بتسلح التسليح بتاع الكاميرا في كل ال 70 سم ولا بتيجي مثلا في ارتفاع معين لحد مثلا 4 من 10 متر هي اللي بتسلحه؟ والباقي بيبقى مينيمم. يبقى انا عايز تركيز اجهادات، تركيز تسليحي عندنا كده. تقول له والله يا باشمهندس يعني تقريبا قول يا عم لحد ال 35، دي 400 ودي 700، يعني الرقم ده هو بكام؟ متوسط، صح؟ متوسط ما بينهم 400 و700، ممكن نقول ده هي مثلا 600، الفرق ما بين 300 650 مثلا، 650. طب انا عندي كاميرا بقى 560، ادي 560 بقى عندي كاميرا انا هسلحها في 4 من 10 متر، والكاميرا ده هي عرضها 3 من 10 متر،
اسلح ده احط في ده تسليح، والتسليح ده تسليح شد نتيجه الاسترس شد اللي فيها. الاسترس اللي فيها شكله عامل كده. القيمه ده هي 560 طن على المتر مربع، والقيمه دي 720 طن على المتر مربع. مش انت ممكن تقدر تجيب قوه الشد اللي نتيجه الاسترس دي؟ تقول لي قوه الشد، انا هكتب بقى هكتب بقى بالايه بالارقام اهو، هكتب الارقام. قوه الشد تبقى كام؟ تقول لي والله يا باشمهندس قوه الشد اللي بتاثر على القطاع ده يبقى 560 صح؟ القيمه المتوسطه الاول للاسترس 560 زائد 720 على الاثنين يبقى ده 720 زائد 560 تمام بيساوي حسنا بيساوي على الاثنين يساوي تمام حسنا على الاثنين يبقى 640 يبقى كانه بالظبط كانه بالظبط انا عامل ايه يا باشمهندسين كانه بالظبط قام جه كده وقام جاب رقم متوسط للاثنين دول والرقم المتوسط ده اهو قيمته 640 طن على المتر مربع. طب بالله عليك يا اخي معاك استرس 640 بيأثر على قطاع 30 في 40 تعرف تجيب الفرص اللي فيه؟ اه يبقى 640 في 30 في كام؟ في 3 من 10 في 4 من 10 صح؟ في لان ده على المتر مربع وانا عايز اجيبه طن كقيمه طن يبقى تقول لي الرقم ده هو يبقى فيه 3 من 10 في 4 من 10 يساوي طلع لي 76 سنتي و8 من 10. الكتاب هنا الكتاب هنا كان مطلع الكاميرا محتاجه تسليح الكلام اللي انا قلت لك المره اللي فاتت انا عايز 76 طن 76 و8 من 10 سنتيمتر ايه مربع. كان هنا الكاميرا هي هنا الكاميرا هي كان الاريا ستيل بتاعتها كان جاي ده كده مش الستيل مش الاريا ستيل ده كده كان الفورس صح؟ ده الفورس لسه صح؟ انا لسه هجيب مين منها التسليح ال 76 طن على سنتيمتر مربع دي هتجيب تسليح صح؟ المفروض التسليح اللي انا هجيبه من الفاينت اليمنت يطلع اقل من تسليح مين؟ من تسليح الكتاب. هنا كده كان الفورس بقى كانت بكام هنا؟ الفورس كانت ب 138 طن يبقى انا عندي تقريبا الايه؟ تقريبا يبقى انا كده باكد الايه؟ باكد بس الايه؟ انا باكد بس المعلومه ده هنا 138 انا معاه 78 طن يبقى انا هطلع تسليح في الكاميرا تقريبا نص تسليح بتاع الايه الكتاب. هو المشكله كلها لان فاينت اليمنت بيطلع رقم اقل. ليه؟ لان انا درستها كانها شيل اليمنت درستها كانها ايه شيل اليمنت. طب لو عايز اطلع تسليح من ال 78 و 8 من 10 طن دي اعمل ايه؟ او تقول لي يا استاذ اول حاجه اضرب في 1000 عشان يبقى بايه بالكيلو جرام واقسم واضرب كمان في 1.15 من 100 اضرب 1.15 من 100 واقسمها على كام؟ على 3000 وكام؟ و600 يطلع لي 25 سنتيمتر مربع يطلع لي 25 سنتيمتر مربع 25 سنتيمتر مربع دي يبقى انا في الكاميرا في العرض اللي هو 35 سنتي اللي انا ممكن اعمله دون اطلع ممكن اطلع في العرض دون قيمه لتسليح 25 سنتي. لو انا بقول مثلا هشتغل فاي 16 لو انا هشتغل فاي 16 فاي 16 دي ب 2 يعني ممكن اطلع 12 فاي 16 او 14 فاي كام 16 ال 14 فاي 16 اللي انا طلعتهم المفروض يترصوا في العرض ايه العرض كله حواليه كده عشان يسيبوا مين يسيبوا الاسترسز ده. دي بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو 40 سنتي. المفروض زي ما انا عملت في الحته دي كده وجبت لها قوه شد وتسليح في العرض الصغير ده تمام اعمل للجزء لان الكاميرا كلها عايزه تسلح صح اعمل في الجزء الثاني برضه نفس الكلام بالظبط واطلع عليها قوه شد واسلحها فين هنا كده. لو انا هعدي المينيمم لان الكاميرا المفروض تتحط فيها تسليح لانها كانها ايه كانها شل كانه بيور تنشن دلوقتي خالص. انا عملت ايه كانه طايب بالظبط. انا جبت من البندنج وندر جرام قوه شد بس عن طريق مين الاجادات ده نفس الكلام اللي هو اتعمل تقريبا في المانوال ايه بالظبط. فممكن بكده بعد ما جبت الحته اللي هي نص السبعة من عشرة وجبت لها الاسترس وقوه الشد اللي فيها وطلعت التسليح
هجيب الحته اللي فوقها، الحته اللي فوقها معاه الاسترس بتاعها ومعاه الابعاد بتاعتها، اطلع تصليح يطلع تقريبا نفس التصليح اللي هو مين اللي هو دون او اقل منه قليلا، لانه اكيد هيطلع اقل ايه اقل منه. ده بالنسبه لمين؟ نفس الكلام بالظبط لو انت ما فهمتوش معايا في البين هنعمله في مين؟ في الدايفرام. يبقى كده الكاميرا هتتسلح بهذا الاسلوب، معايا استرس ومعايا قطاع للكاميرا، اجيب التنشن من الاسترس، لان الاسترس ده مكتوب قيمته موجبه هي، هجيب التنشن فورس من الاسترس واسلح التنشن فورس كانه طاي بالظبط لا اكثر ولا اقل. تقول لي ماشي يا باشمهندس، امال حته الحته بتاعت بقى القوه يعني مثلا انت بتتكلم هنا كده بتاعت فينا اجهادات، فينا اجهادات سالبه صح، فينا اجهادات سالبه هي صح، 320 246 والكلام ده. طيب على فكره انا صممت اللي فات ده ألتيميت مش وركينج صح، اللي بقسم على 3600 وركينج ده بقى شغلانه تانية. تقول لي يا شمس ده الاسترس، ده الاسترس ده هتلاقي الجزء اللي فينا سالب، المفروض ابعد عن قطاع العمود واجيب استرس. لو بعدت عن قطاع العمود وتجيب استرس ضغط وتقارنه بالقلاوه والبتاع الضغط، فاكرين جدول اللي مرت كل مره اللي فاتت كان في جدول اللي هو بتاع اللي هو القلاوه والوركينج ستريس ميثود، بيقول لك مثلا ان الخرسانه ال 250 كيلو جرام على السنتي بتشيل مثلا لحد 60، وبيقول لك ان البلاطه الخرسانه اللي مصنوعه من مثلا لو في خرسانه 250 كيلو جرام على السنتي ممكن تقاوم كام بره، يعني انت بره المفروض تعملها ماشي، بس بتبقى الكونفاينمنت بتاع البلاطه حاكمها ماشي، بس الضغط كده من فوق. لا ما هو مش انا بقول لك الضغط من فوق عايز يفتح البلاطه حاكمها والكاميرا برضو حاكمها، فالموضوع بسيط. هنا كده مش مصيني، وهنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك ده الجدول اهو، بيقول لك الالاوبل الالاوبل وركينج الالاوبل وركينج ستريس فور كونكريت بالنيوتن ملي، بيقول لك الخرسانه ال 25 نيوتن ملي، الخرسانه 25 نيوتن ملي ده شيل وتورشن، اللي فوق هتلاقي البندنج والكمبريشن، الخرسانه ال 250 ال 25 نيوتن ملي بتقاوم في الاكسل كومبريشن 6 نيوتن ملي، يعني لو البلاطه بتاعتك مصنوعه من خرسانه او الكاميرا بتاعتك دي مصنوعه من خرسانه 250 كيلو جرام سنتي، القلاوب والاسترس بتاعها في الموقع المفروض يكون 60 كيلو جرام سنتي. طب انت شغال طن متر، شغال طن ايه؟ متر، فهتلاقي ده ايه 2500 طن متر، يبقى دي 600 ايه؟ 600 طن متر. يبقى المفروض ما ينفعش بأي حال من الأحوال تيجي تشتغل في برنامج وتجيب إجهادات، تجيب إجهادات ضغط، إجهادات ضغط في أي عنصر إنشائي يكون إجهادات ضغط دي، لو الخرسانة مصنوعة من 250 اللي هي 2500 طن على متر مربع، تجيب إجهادات ضغط أكتر من 600 إيه طن على متر مربع. فهتلاقي هنا شايف إجهادات ضغط عاملة إزاي؟ لقينا عماله بتزيد سالب 55 63 لحد ما وصلت عند العمود بالظبط ل 400 سالب 356 سالب 356 سالب 437. بس الكلام ده طبعا مش حقيقي، ليه؟ لان عند الكاميرا دي في عمود صح، في عمود وفي اتصال ما بين العمود والكاميرا، فاستحاله الرقم ده ايه يطلع. فدي بايه؟ دي قوه الضغط اللي موجوده في الخرسانه. بقى احنا عملنا تشيك على مين؟ صممنا الكاميرا بالاجهادات وعرفنا ازاي نظام الاجهاد بتصمم بيه ازاي. لسه موضوع مين؟ الدايفرام. لو جيت جبت لك الثري دي كده وقلت له بنفس الاسلوب لو سمحت اعمل لي اختار لي البروبرتيز بتاعتك والاريا سيكشن، قلت له لو سمحت اختار لي الدايفرام، انا طبعا مقسمهم تقسيمه بحيث ان انا اعرف اعمل لهم سيليكشن على طول، واقول له سيلكت. هو انا مش عارف يعمل سيليكشن علشان انا مش قايل له شو اول، انا هقول له شو اول، كليك يمين شو اول هنا واقول له اعمل لي للدايفرام سيليكشن، واقول له كليك يمين
show selection only. اشيل دي كده. شايف فينا كده في الديافرام القيم هتلاقيها بسيطه، لان طبعا الكاميرا كان طولها 20 متر كان جايب استرس عالي. هنا الديافرام الاسترس بتاعك كام؟ 100 وكام؟ 112 117 120 تقل، فتلاقي الرقم ده تقريبا هو اللي في النص. 120 شد ولا ضغط؟ شد برضو موجب يطلع فوق الديافرام ما يلحقش يقلب ايه؟ سالب. اهو هنا قلب سالب في حتت، قلب ضغط يعني في حتت، لان هي عباره عن شل. بس الشاهد ان انا شغال باس كام انديل؟ اس 1-1. شايف اس 2-2؟ اس 2-2. شايف القيمه قد ايه؟ 2.5. ليه؟ لان دائما 1-1 دي اللي هو في اتجاه مين؟ العنصر اللي هو النورمال ستريس على القطاع. تمام. فانا دايما ايه؟ لا هو العنصر، ما انا بقول لك اهو، هو الاكس 1 اكس 1-1 اللي هو القوه، قوه الضغط على مين؟ على القطاع نفسه. هو الشيلز دي موجوده في الدايركشن ده او موجوده في الدايركشن ده، المحور بيلف معاها، ملهاش علاقه بمين؟ مالكش دعوه بايه؟ لان انت مش بتجيب مومنت، بتجيب ستريسز. ده كانه لوكال اكس ليه. احسنت. هو بيلف معاه. فواحد واحد ده معناه النورمال ستريسز، معناه النورمال ستريس في اتجاه الايه؟ في اتجاه العنصر. هنا كده شايف هنا كده تلاقيه يحاول ممكن يقلب هنا، شايف يقلب هنا سالب اهو. ليه؟ يقلب سالب ليه؟ لان الدايفرام كانه كاميرا كونتينوس. مش الدايفرام ده، الدايفرام ده كانه كاميرا وفي سبورت هنا عمود وعمود. فالعزم اللي انا بشوفه عامل ازاي؟ يطلع هنا سالب وموجب، سالب موجب، صح؟ هو ده سلوكها. المهم ده مهم جدا، كاميرا ديب بيم بتقلب برضه. ما هو انت لو درستها كانها لاين يبقى العزم اللي عليها لازم يقلب. طب اصمم ازاي الكلام ده؟ بنفس الاسلوب بالظبط، كتصميم بنفس الاسلوب بالظبط. هتيجي هنا كده يا باشمهندس في السالب، انت المفروض تعمل تشيك، لان ده شل، تشيك على السالب بتاع الخرسانه ان هو ما يعديش ال 600. 600 ده رقم ضخم جدا. وفي الموجب تيجي هنا كده في الموجب تقول له والله انا عندي ال انا المفروض ما اصممش اول واحد ده، صح؟ ليه؟ لانه سلوكه مختلف، لانه في دايفرام هنا ايه، او في هنا عارفين انتوا الجزء بتاع الاند جيبل ده، صح؟ ماسك. فانا المفروض اصمم مين؟ الجزء الايه؟ حاجه في النص يعني. هاجي هنا كده الاقيها طبعا اس 1-1، اجيب اس 1-1 القطاع بتاعه ايه؟ شفت الكاميرا؟ ما انا بقول لك شفت الكاميرا العميقه، هي كانها كاميرا عميقه بس انا عملت لها ايه؟ عملت فيها شغل يعني. بس انت شفتوا القيمه بتاعه الدايفرام؟ شفت القيمه بتاعه الدايفرام؟ انا هتلاقي ما نعطلش الحصه كده، هتلاقي الدايفرام ده هو انا واخده كده، واخد الدايفرام كله كده. فهتلاقي الجزء اللي تحت عليه جهاد والجزء اللي فوق عليه جهاد، وغالبا في النص اكمني العزم كله ببص طيب، فمش هيلحق يقلب فوق ضغط، تلاقي كله عليه شد. فتلاقي بنفس الاسلوب بالظبط، باجي اقول الدايفرام ده هو عليه بنفس الاسلوب بالظبط، هتلاقي الدايفرام ده هو عليه ارتفاعه كله انا عارفه اللي هو 2 متر ونص، صح؟ عليه من فوق اجهاد ضغط اجهاد شد ب 34 طن على المتر مربع، انا شغال طن ومتر مربع ومتر، وعليه تحت 110. يبقى انا ممكن اقدر اجيب مين؟ التسليح اللي فيه كله. تقول لي يا شمس بس احنا عايزين نركز تسليح في مكان معين، يبقى خلاص هاجي مثلا ال 2 متر ونص ممكن اركز تسليح في متر مثلا، المتر الاولاني اركز فيه تسليح، يبقى المتر الاولاني في العرض 30 سم ده انا عايز اجيب الاسترس اللي عليه. فانا ممكن اقول والله ده مثلا متر و10، ده 110 اجهاد، واللي فوق ده ها؟ اللي هو ده كده اللي هو 70 سم، ده 70 سم، بس هي ممكن تكون مش كده، لان هو تحت كعزم ممكن يكون العزم كله ايه؟ البندنج بتاعه في مسافه كبيره خالص. انا ما عنديش اي مشكله عشان اسيف برضو موضوع الاسترس وكده براحتك خالص جدا. ممكن واحد يقول لك انا عندي الارتفاع ده 70 سم، انا اركزه في الايه؟ في الارتفاع ال 70 سم دون. بنفس الاسلوب انا عندي 110 وعند 34، فانا ممكن اكون في النص كده، قول مثلا زي ما هو جايب هنا كده ممكن يكون 75، ما هو شغال لينير بالظبط،
تمام. يبقى انا ال 75 ال 75 طن على المتر مربع ده بنفس الاسلوب هقول كده، ادي عندي 75 طن على المتر مربع في 7 من 10 مثلا، لو انا هركزه في 70 سم زي ما البشانس بيقول، في 7 من 10 في 3 من 10 تمام بيساوي 15. يبقى ده 15 طن على الطن بس، ده 15 طن، كان في قوه شد جايه من الاسترس الموجب قيمتها 15 طن. اصممها ازاي؟ اجيب تسليح ليها ازاي؟ اقول والله 15 في 1 و15 من 100 في 1000 تمام على كام؟ على 3600 يطلع لي 5 سنتيمتر مربع. 5 سنتيمتر مربع ممكن اقول له والله ده انا هحط مثلا فيه 3.16. تخيل ديفرام زي ده تحط فيه 3.16. ايوه يا ابني، ما هو ده هو ده هو ستيف جدا، مش عايز تسليح، عايز مينيمم صح. لازم اعمل تشيك على المينيمم ايه الريفورسمنت اللي ايه اللي فيه. طب ده كان ده الفولدت، ده الفولدت بليد. طب عايزين نشوف بقى حاجه متسلحه فولدت بليد. المينيمم المينيمم في الكاميرات يا جماعه 15 من 100 على 100 في البي في تي، 15 من 100 على 100 في البي في تي، مش 6 10 17 لا لا 16 على 100 دي ده بتاع العمود، بتاع العمود.